تتبيله القرصايه دي تتبيله حلوه قوي، لبن وتوم وليمون وكمون وفلفل ابيض، غسلتها كويس ونظفتها وديت لها التتبيله الحلوه دي وسبتها تشربها لمده ربع ساعه كده، ورحت قطعت بقى بصل وفلفل الوان احمر واصفر واخضر كده مع بعض شرايح حلوه، وخلطتهم ببعض بسن التتبيله كمون فلفل ابيض برضه وسنه ملح صغيره وسنه زيت زيتون، وخلطت كله مع بعضه كده، ورحت سلقت شويه بطاطس حلقات وفرشت الصينيه بالخلطه والبطاطس، وهروح بقى اعمل شويه صوص حلوين قوي. شايفين لما غلينا الصينيه وهي متغطيه بالسيلفر واستوت، هندخلها تاخد وش في الشوايه، ونروح نعمل الصوص اللي هقول لحضراتكم عليه حكايه. سمعوني الصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعمكم لقناه الشيف رضا شعبان فودة كده بلايك وتعليق حلو ومشاركه الفيديو. اللي ما تابعنيش يا جماعه يتابع عشان هيشوف احلى واجمل ان شاء الله. حله على النار وبنحط فيها زبده، وبعد كده بننزل عليها بحبيتين حبهان، وننزل بقى معلقه ثوم تحمر، بننزل عليها بالكريمه اللباني وشويه اللبن. حلو قوي. طيب ونجيب شويه قرفس نقطعهم ناعمين مع شويه بشر جزر ورشه روز مالي حلوه، والبهارات برضو هي عباره عن ملح وكمون وسنه فلفل ابيض ونص مكعب مرق الدجاج لو حبيتم، والصوص ده كله يندمج مع بعضه. لا مش هنحط دقيق عشان انا عايزه ايه الصوص يبقى خفيف. ونروح بعد ما فرشنا الصينية بطاطس والخلطة اللي هي البصل الفلفل الألوان والحاجات الحلوة دي، نروح بقى نرش الصوص عليها كده. طبعا الزبدة هتظهر على الوش باللون الأصفر اللي حضراتكم شفتوه، وهناخدها بقى نسويها على الشواية وندخلها الفرن، هتطلع معانا مع رشة البقدونس الأخيرة والبهارات دي. يلا لايك بقى وشاركوا الفيديو. سلام عليكم.